نقولوا الارشيتكت نتاع البني والرئيس نتاع الماكينه وقتها مع بعضهم حيجه جايبه مع بعضهم. صار المحل هو كان نتاع اليهودي وزاد هذيك الماكينه هذيك نتاع اليهودي مش شنو خاطي الماتريال يعني اليهودي ولا جاب الماتريال وبناها وعمل ايوه معناها احنا نشري المكان والماتريال كلها مبنيه حاضره ايوه مش كلها مبنيه وخادمه من سنين لا مش في بالي شري الماتريال يعني وحطه لا 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 ما عمل حتى شيء لا بني ولا ايوه اليهود قبل كانوا عندهم الزيتون هي العائله كانت اليهود العائله هذيك نتاع خل حسن وتاع بتاعنا هذيك كل كانت اليهود ايوه الحقيقه من حنين كشراها خل حسن مخذيه طرف وبابا خذيه طرف وبابا مخالط اليهود ويجي كما يقول بابا يفرح عليه صحايبو صحايبو هو زاد كان الماكينه كانوا مش باعوها الحنين يا عبد الله وباعوها وتوزلت الحنين يا عبد الله من ردوا اشتر البابا بعد شطار اشتر الحنين يا عبد الله واشتر البابا بل الحنين يا عبد الله هو اللي صور وزور واليهود لشكون يجيو يجيو لل الحاكم وحنيني عبد الله خليفه في الجم وشيخ بريك وشيخ في البلاد من الحكومه عند دار حنيني اليهود شكون يجيو يجيو للكابو للسلطه اذا كان بابا باش يبيع الزيت مثلا بالديكة أما الناس يدخلوا يكيلوا يكيلوا من الماكينة يقول لك نعم من الماكينة ماكينة زويتة صافية وماكينة عاد بحيث الماكينة في قلب السوق من كي الحانوت من ديما وزيت كان تخدموا وتقربوا تبيعوا هذا اللوكال اللي كان غادي كان اللي باش تهز السوسة كيما يقولوا ما تحبش تهز السوسة تبيع غادي تبيع تبيع بغلى شويه بغلى من المسوسه مثلا والحمل والكذا.